حتى العلماء لما أجوا لحد الآن طبعا لحد الآن علم البشر وصل إلى أنه كيف نشأ الكون. طبعا شو المقصود نشأ الكون؟ هم دائما العلماء بيبدوا من المحسوس، ما وراء المحسوس بيعرفوهوش. العلم دائما العلم البشري اختصاصه المحسوسات، الفلسفة بتصير اختصاصها ما وراء المحسوس الفلسفة، لكن العلم كعلم دائما بيبدأ من المحسوس. فالعلماء لما جوا مشان يفسروا نشأة الكون قالوا لاحظوا انه صار انفجار عظيم انبثق عنه الكون. شوفها اذا كان موجود في الداخل طبعا كيف حصل هذا الانفجار وشو اسبابه والانفجار وانتم الانبثاق. هذا لما العلماء بيفسروا نشأة الكون من اللحظات اللي يمكن احساسها كبشر نحسها، ما قبل الحس كما قلنا هذا مش دخل، ملوش دخل العلماء الطبيعة، له دخل الفلاسفة. طيب فوجود الكون كان انبثاق، خروج النبات انبثاق، حتى الأشياء المدمرة زي البراكين هي انبثاق، انفلاق وانبثاق، حتى المولد يولد الإنسان هو يخرج وينبثق، حتى الأفكار نستخدم أحيانا عبارات لها علاقة بانبثاق الفكرة بعد ما كانت هي مطمورة ومجهولة ثم بصير إشراق لهذه الفكرة وانبثاق وامتداد. معناته الفلق هذا نظام كوني، وقد يكون في شيء حسي زي مثلا فالق الحب والنوى، هذا حسي بيصير انشقاق وبيخرج منه وقد يكون انبثاق معنوي. كيف لما تنبثق الثورات، كيف الآن في العالم العربي الثورات شو كانت مخبية والناس مش شايفين العوامل الموجودة في الداخل، فجأة وإذا بها تنشق وتنبثق. طبعا كلكانين انتو وين بتودي؟ لا بودي كله بودي تمام مش هيك؟ كله بودي تمام، كله بودي تمام. يعني الله سبحانه وتعالى بده يرحمكم، بكون الناس دائما قلقين محبطين يطلعوا شمال شرق غرب مش شايفين خلاص. وكنا دائما نقولكم لا استنوا شوية بتشوفوا راح يصير. كيف يصير؟ ايوه لانه العوامل في داخل الامة هاي اللي مش شايفينها. كيف لما بكون البركان عم بتجمع 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 بعدين بيطلع، ومش بطلع من لحظتها، وبكون البركان بتجمع له فترة، والانفجار الكوني العظيم اللي حصل برضو بكون العوامل ما بتعتمل 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 بيجي اللحظة الانبثاق. فانبثاق ممكن يكون مادي وممكن يكون معنوي. ووين ما وجهت نظرك في الكون تجد ان قانون الفلق هو قانون الخلق. فكأنه انت لما بتقول كل اعوذ برب الفلق انت تعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور مش من خيرات، لانه الاشياء اللي تنبثق في منها خير وفي منها الشر، لذلك من شر، لان هو بيستعيد من شر، لكن هو بيكون في انبثاق احيانا بالخير. ولكن مثلا البركان ممكن ينبثق بالشر بشك والخير في ان واحد، لانه مرات ما نعده احنا شر في 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 قضايا خاصة فينا ممكن يكون خير بالنسبة للبشرية بشك. فاذا معناته سميت الصورة الفلق لانه هذا هو القانون، قانون الخلق كله انبثاق في عالم الحس وفي عالم المعنويات انبثاق. مرات بيكون انت حاشر في داخلك فكرة بعدين بتتجرأ تطلع فيها بشك. كل اعوذ برب الفلق، اذا الفلق معناته صفة قانون كوني، قانون كوني. ولذلك لاحظوا شو قال، من شر ما خلق، لان الله خلق الاشياء واهم قانون من قوانين الاشياء المخلوقة الانبثاق، الشق والانبثاق.